طيب نروح بقى للخبر الجميل اللي أسعد كل الجماهير المصرية بشكل عام والجماهير الأهلاوية بشكل خاص بعد بيان الأمس لوزارة الشباب والرياضة بخصوص الحضور الجماهيري في المباريات المحلية والقارية. الخبر اللي خرج بالأمس اتقال فيه إن بشكل عام في كل المباريات المحلية لو بتلعب في استاد القاهرة واستاد برج العرب 30,000 مشجع في أي ملعب آخر، من خلال هذا البيان الرسمي اللي تم بالأمس بعد اجتماع لوزير الرياضة مع اتحاد الكورة ورابطة الأندية والجهات المعنية ووزارة الداخلية، إنك لو هتلعب في ملاعب تانية الساعة الكاملة والطاقة الكاملة لكل الاستادات. طيب لو رحت للمباريات القارية بتلعب نصف نهائي أو بتلعب فاينل الساعة الكاملة لكل الملاعب، وبالتالي مباراة الأهلي والترجي التونسي إن شاء الله يوم 25 مايو السبت الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري كامل العدد في استاد القاهرة، أي ما يقرب من حوالي 70,000 متفرج. وبالتالي ده خبر بالتأكيد أسعد كل الجماهير المصرية. الأول كنت بالتأكيد بتبعت وتطلب الساعة الكاملة، دلوقتي خلاص كل الأطراف المعنية اجتمعت بالأمس، والخبر ده بالتأكيد بيسعدنا لأن احنا عايزين نشوف كده الروح من جديد للملاعب. مطلوب من الجمهور بقى كمان أنه يلتزم، أنه يمشي على نفس السياق اللي محطوط له من خلال الإجراءات اللي مرسومة من الجهات المعنية في كل المباريات سواء محلية أو قارية. كل الناس اشتغلت، وزارة الداخلية متعاونة، وزارة الرياضة جابت كل الجهات المعنية وعملت اجتماع تنسيقي عشان تعلن كافة التفاصيل. فنستنى بقى من الجمهور ان الجميع يلتزم في هذا الامر، وباذن الله نهائي افريقيا الاهلي والترجي يكون كرنفال وحضور جماهيري على اعلى مستوى. في شان هذا الامر الحضور الجماهيري عندي لكم معلومتين مهمين جدا في هذا الموضوع. نادي الترجي التونسي حسب معلوماتي وبالتواصل مع الاصدقاء في تونس مع الاتحاد الافريقي عايز يعمل معامله بالمثل، بمعنى ان هو عنده جماهير كتيره جدا جايه القاهره عشان تحضر المباراه، فعلى الاقل عايز 10% من سعه الملعب، يعني لو حضر 70,000 محتاج من 7 الى 10,000 مشجع. نفس الامر الاهلي لو سافر تونس في لقاء الذهاب وعايز جمهوره يحضر، الترجي هيدي مساحه لجماهير الاهلي ما يقرب من نفس العدد من 7 الى 10,000 مشجع في ملعب بيراميدز. في النهايه الاتحاد الافريقي هيعمل اجتماع تنسيقي في منتصف الاسبوع المقبل. الكلام ده بتسمعوه لاول مره من خلال مصادر رسميه بشان هذه التطورات اللي هتحصل في الاسبوع اللي جاي. الاتحاد الافريقي هيعمل اجتماع تنسيقي الاسبوع المقبل، ليه؟ لان نهائي الكونفدراليه ونهائي دوري الابطال على استاد القاهره يوم 19 مايو ويوم 25 مايو. هيناقش فيها نسب التذاكر، الحضور، الاستاد هيشتغل ازاي، الناديين هيحضروا ازاي للمباراتين سواء الاهلي او الزمالك، وكمان هيطرح فيه فكره طلب الترجي المعامله بالمثل، هل ممكن يتوافق عليها ولا ممكن ما يتوافقش عليها؟ لان كمان خدوا بالكم طبقا للائحه الكاف الترجي لما يجي يلعب الاهلي هنا في القاهره محتاج 5% من ساعه الملعب طبقا للائحه، يعني لو المباراه فيها 70,000 بنتكلم ما يقرب من حوالي من 3,000 الى 4,000 مشجع من الترجي التونسي بس. ولكن لما تطلب المعامله بالمثل وعايز 10,000، هل انا في القاهره هودي 10,000 يشجعوا الاهلي في تونس؟ مش عارف، اعتقد هتبقى صعبه. فمش هتبقى في صالح الاهلي، ممكن تبقى في صالح الترجي، فالامر ممكن ما يتمش الاتفاق عليه ونمشي باللائحه المعتمده من قبل الاتحاد الافريقي، هي نسبه ال 5% طبقا للائحه، الملعب فيه 70,000 يبقى حوالي 3,000 ونص او 4,000 مشجع من جماهير الترجي. ده اللي هنشوفه في الساعات الجايه، ولكن قرار او الاعلان او البيان لوزاره الرياضه بخصوص الحضور الجماهيري خلانا كمان نقول لحضراتكم ان في تطورات متعلقه باجتماعات تنسيقيه للفاينل منتصف الاسبوع اللي جاي، هيكون الاتحاد الافريقي على راس هذه الاجتماعات للتنسيق بشان كل هذه التفاصيل في الفتره اللي جايه. والخبر اللي بقوله لحضراتكم فكره المعامله بالمثل في الحضور الجماهيري ده خبر هتسمعوه رسمي في الساعات اللي جايه، لان الترجي التونسي والتعاون الايجابي والعلاقه الوطيده والقويه جدا بينه وبين النادي الاهلي بيفكروا يكون في تبادل وتنسيق على اعلى مستوى في مساله فاينل دوري الابطال. ولكن في النهايه ماذا ستتخذ من قرارات؟ ده اللي هنعرفه في الاسبوع الجاي لما يحصل اجتماع تنسيقي مع الاتحاد الافريقي. طيب